السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي بقدم البرنامج ده، البرنامج المفضل ليا، بدل من أستاذ أحمد ربيع. أنا بشكره وأنا بعت له الفويس ده عشان يقدمني لحضراتكم، لأني عندي موضوع عايزة أتكلم فيه مهم جدا. بصراحة أنا بتكلم عن موضوع الماسونية. طبعا الأستاذ أحمد سبايدر اتكلم عن الحكاية ديت، وبصراحة أسلوبه عجبني وشرحه للموضوع ده هايل جدا. وأستاذ أحمد ربيع برضو يعني هو لسه ما اتكلمش فيه، بس يعني أنا ترجيته، ففي الآخر زهق مني بصراحة وقال لي بعتيه بصوتك بقى عشان أنا مش فضيلك. فأنا دلوقتي هقوله لكم بصوتي، وبجد أنا الموضوع ده بجد شغلني. الناس اللي احنا بنحبهم يا جماعة، احنا كفانز ليهم وبنقدرهم وبنكبرهم ودايما بنبينينهم انهم نماذج وبنقلدهم وكل الكلام ده كله. انا كأم انا بخاف على ولادي لما يقلدوا الناس دي، الفنانين اللي طالعين بيروجوا للماسونية وللدجال ويهيئوا لخروجهم ويهيئوا لوجوده في وسطينا، والرعب ده اللي احنا عمال يتصدر لنا من المسلسلات. بصراحة يعني أنا بشكر الأستاذ أحمد سبايدر وأستاذ أحمد ربيع لأنهم أتاحوا لي الفرصة إن أنا أتكلم في الموضوع ده. وأنا يعني يا جماعة أنا ست عادية جدا، ولا صاحبة قناة ولا أي حاجة، أنا بتكلم دلوقتي يعني عشان خاطر ربنا. الناس اللي زي هيفاء وهبي ومريم فارس وكل الناس اللي أنا مش بشهر بحد، أنا بتكلم إن الناس دي ليها فانز قد كده على مستوى العالم، يعني حتى على مستوى العالم الأوروبي يعني. بس أنا خايفة على أولادنا إحنا كعرب يعني بصراحة. الناس دي بتروج للماسونية وبتروج للدجال وبتروج للشر وبيصدرونا الرعب. أنا مش فاهمة، هم مقابل الشهرة والمال، طب وإحنا عيالنا يعني؟ إحنا لازم يعني نقف ضد الناس دي ولازم نكشف المؤامرات اللي بتبقى ضدنا دايما. ارجوكوا يا جماعه يعني احنا بنحب نسمع قصص الرعب وبتاع، بس مش هتبقى في كل حياتنا يعني. حتى المسلسلات الهندي اللي ما كانتش بتصدر الا الملل، دلوقتي بقت بتصدر برضو الرعب. ويعني ام بي سي ما شاء الله بشبكتها الكامله كلها بتصدر رعب وكلها بتصدر ماسونيه. فانا يعني كل اللي انا عايزه اقوله ان الناس ديت بتروج للماسونية، هل بقصد بقى او من غير قصد، يعني دي حاجة بتاعتهم هم. بس اللي انا شايفاه واللي كل يوم التحليل اللي بسمعه من الاساتذة اللي بيطلعوا زي الاستاذ احمد سبايدر وزي الاستاذ احمد ربيع وزي الناس دي كلها اللي بيطلعوا يتكلموا عن موضوع الماسونية، بجد الناس دي عندها حق. وبجد بجد احمد ربيع هعمل لكم سلسلة رائعة يعني عن الماسونية، واستنوها انتظروها، لانه بجد هيقدم لكم حقائق عن الماسونيه وهيقدم لكم يعني ايه ماسونيه اصلا. برضو في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه ماسونيه، وبتقعد تضحك وتقول يا جماعه انتوا بتهزروا ايه الكلمه دي. ففي ناس كتير ما تعرفش معلومات عن الماسونيه، كان من ضمنهم انا. لمجرد ان انا بسمع الناس دي بجد بخاف وبيصدروا لنا الرعب طول الوقت. فاحنا عايزين نفهم بقى من الاساتذه اللي عندهم قنوات بتتكلم في السياق ده، ان احنا نفهم منهم. و اعذريني عشان انا اول مره يعني اتكلم على اليوتيوب، ومره ثانيه بشكر الاستاذ احمد ربيع، وشكرا لكم مشاهدين القناه الجميله دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.